السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بفيديو جديد معاكم أشرف عبد العزيز. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وربنا يتقبل طاعتكم وتكونوا دايما بخير وصحة وسلامة. فيديو النهاردة مراجعة على سوني ساوند بار الاس 350، والساوند بار يعتبر من الفئة المتوسطة كسعر ومواصفات. سعره حوالي 200 دولار وتقريبا 3200 جنيه مصري. واحنا هنا على القناة عملنا مراجعات على سامسونج وجي بي ال من نفس الفئة السعرية، وهسيب لكم رابط الفيديوهات في خانة الوصف. في الفيديو هنتعرف مع بعض على اهم المميزات والعيوب، وكمان في نهايه الفيديو هنجرب الصوت فخليكم معانا. طيب في البدايه بالنسبه للمحتويات، موجود الريموت كنترول ووصله اوبتيكال والكتالوج. اما عن الشكل الخارجي والخامات، الساوند بار مصنوع من البلاستيك والواجهه الاماميه بتكون معدن، والجزء اللي فوق بيكون الخامات جلد ومديه شكل جمالي للساوند بار. ومن الخلف موجود فتحتين لتثبيت الساوند بار على الحيط، والأبعاد العرض حوالي 90 سنتي والارتفاع 6 سنتي والعمق حوالي 9 سنتي، والتصميم إجمالا ممتاز. أما المضخم، الخامات من الخشب والواجهة الأمامية بتكون من عدن، وحجمه متوسط، وزنه حوالي 7 كيلو 800 جرام، وبيشتغل مع الساوند بار بدون أسلاك، بيحتاج بس كهرباء، ودي حاجة كويسة لسهولة الاستخدام. اما عن المداخل اللي من خلالها بنوصل الساوند بار على التلفزيون، موجود مدخل اوبتيكال ومدخل اتش دي ام اي اي ار سي بالاضافه للبلوتوث، وتقدر تستخدم اي وصله منهم على حسب المتاح عندك في التلفزيون. ولكن اللي معجبنيش في الساوند بار ان مش موجود اي او اكس او يو اس بي، ودي مداخل اساسيه ممكن تحتاجها، لكن مقبول بالنسبه للفئه السعريه دي. تقدر توصل الساوند بار على الاجهزه سواء موبايل او تابلت عن طريق البلوتوث. اما توصيل الساوند بار على التلفزيون، احنا هنا على القناه عملنا فيديو توصيل الساوند سيستم على التلفزيون، وهسيب لكم رابط الفيديو في خانه الوصف. وتقدر تستخدم الساوند بار تحت التلفزيون ويصلح لحجم 50 واكبر، وتقدر تتحكم في الساوند بار سواء في تغيير مستوى او نمط الصوت وتغيير المداخل عن طريق الريموت كنترول، او لوحه التحكم تقدر تتحكم في التشغيل والايقاف ومستوى الصوت والبلوتوث فقط. وبالنسبه للمداخل سواء الاوبتيكال او الاتش دي ام اي، مجرد انك بتركب الوصله في التلفزيون بتشتغل معاك اوتوماتيك. وعاملين حاجه لذيذه، ديمو موسيقى، وعشان تشغلها بنضغط ضغطه مطوله لمده 5 ثواني. وضغطه واحده للايقاف. ولكن اللي ما عجبنيش في الساوند بار ان ما فيهوش شاشه تعريفيه، ومعوضينها هنا باضاءه، هي طبعا مش افضل حاجه ولكن مقبول. اما عن الاداء، الساوند بار بيجي بقوه صوت 320 واط بتوزيع 2.1 شانل، يعني قناتين صوت داخليه بالاضافه للمضخم، مع دعم لخاصيه الاس فورس برو ساوند او نظام الصوت المحيطي، واللي بيعمل توزيع للصوت بحيث ان الصوت يجيلك من كل اتجاه، وده بيدي تجربه صوت ممتازه خصوصا مع افلام الاكشن. والساوند بار بيدعم اربع انماط مختلفه من الصوت، وهما سينما وميوزك ونايت وفويس، بالاضافه لوضع الاوتو ساوند، وتقدر تبدل بينهم على حسب المحتوى اللي بتشوفه سواء افلام او اغاني. ومستوى توزيع الصوت جيد بالنسبه للفئه السعريه دي، وخلينا نجرب الصوت. ودي كانت كل حاجة عن الاس 350، والساوند بار بالنسبة لي اجمالا ممتاز كجودة مقابل سعر. ولو انت بتدور على ساوند سيستم في نفس الفئة السعرية انصحك فيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، محتاجين دعمكم، لايك واشتراك وكمان شير. مستني ارائكم وتعليقاتكم على الفيديو، واشوفكم على الف خير. سلام.